اسمع جو في بروفيتي خاطر يقعد 10 مينوت ان شاء الله ويجيو. هيا سيدي جاني سؤال، قالك سبب عزوف الشباب عن الزواج، سبب عزوف الشباب عن الزواج، الصياغة البيضاء، الصياغة الصفراء، الصياغة حمراء، الصياغة زرقاء، الصياغة ملتي كولور، وصياغة درا شنوا، ودار، وكهرباء، وماذا بهم حتى الصغار يجيبهم معاه، عرفت؟ والتشرطات، ولا توا الذب ليش كون يقدر يشريه براس أمكم؟ كونوا واقعيين، توا اللي تلقى بالله واحد زميلها يقرا معاها منين باش يجيب لها الذهب؟ منين باش يشري لها الذهب؟ منين؟ انت ما تحاول تقنع عائلتها وتنحيوك المظاهر الفشفاشه الزايده، كي يكون راجل باهي اشريوا الراجل وسيب عليكم، سيب عليكم الحكايات التافهه، قال لي سبب عزوف الشباب عن الزواج. هاو زرقتوا له ام عينيه الراجل، هاو الصياغه، هاو مندبه، هاو حندبه، واسمعوا اقوى كلمه، كيف من الناس وخير من الناس واقل من الناس ودرش اسمه من الناس وتجيب ليك وتخلي ليك. يا ود هي مسكين وبرا فقستوا له عينيه، وسعوا بالكم وسيب عليكم المظاهر، قعدتوا تتبعوا في بعضكم والتقاليد. وو هذيك يلزمها مش فيديو، يلزمها واحد يعمل فيديو بالذمه يبدا يندب هكا حتى لين يشبع. ياسر سي ترو سي ترو سي ترو، دمرتوا حياة الناس، سورتو الناس الباهية، سورتو الناس اللي تبدا مثقفة ومعناتها وبالأسهل ما يكون تنجم تعرس وتنجم تتلم وتنجم تعمل معناتها عائلة وكل شيء، سيب عليكم يا ودي راهو باش تبوروا باش تقعدوا هكاكا قاعدين، لا واحد ولا زواج ولا 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 صغار ولا كبار، سيب عليكم سيب عليكم سيب عليكم، وكذوبات وكل حكايات التافهة وكل هاو بني تبدا توري في ايديها وتوري في ساقيها وتوري في راسها، سايبه عليكم حكايات تحشي فارغه بالحق فارغه. اش قاعد لكم تو انتم كي اي بي اللي ما عرستش في الزازه ماتت انتحرت هبطت لوحت روحها من فوق جبال بوقرنين. يا ودي شوف هيك هي راهو الحياه، سهلوها تسهل، ما تقوليش لا هو لا سبب عزوف ولا حد شيء، هما شردوا 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 هربوا من العقليه، اكثر شيء من العقليه تياسهم، ريت تركبوا لهم الياس الماء في ركايبهم. ما نحكيش على اللي ما يستاهلوش، راهو مش نحكي على واحد بطال ما يبذل في حتى مجهود، اما ريتو اللي تلقاه هكا دوبا دوبا عرفت عنده الامل في الحياه، جاوا ولادي انا تو سايب باش نسكر، عنده الامل في الحياه وباش يحب يئب على وش الدنيا وباش يجرب يخش دنيا وما يخش دنيا، تخشوه بعقله تخشوه بعضه عرفت، تخرجوه من الباب دخلوه في الخوخ. اصحى اجا هوني اجا هوني اجا هاي اجا هاي دي لطيح لي اجا بيان او او سي جي شدها عشوائي شش بسم الله على بني بسم الله شي شوي شي شيا او سي جي شدها اجا شدها دقيقه فهمت، تدخلوه كبه تخرجوه قيل ولي يشرب اجا هوني يا او سي جي شدها نو نو اسمع بزيد خليها لي باش نقدك هاي سينو هز لامها هيا مانيش ليا ولدي انا تعبانه وشي مانيش 100% فهمت، مسكين حسيلو يكون ناوي نيه وفي باله بشويه وكل احلام وكل قصص اللي قراهم في الابتدائي في باله باش يحققهم، في باله كل مرأة اللي باش ترضى له بورده وباش تاكل الحشيش وقت اللي تعرس وكل، يا ولدي بعدها من غادي والله العظيم هز دخل الطفله دخلها عبي فهمت، في باله باش يجيبوا صغار وخبز وزيت وخبز وماء ودار شنو وعرفته كل حكايته، هذوك يلقى روحه قاعد يحلم وقاعد يخضرم وقاعد تكسروا له احلامه الكل وتضيعوا له مستقبله، والمراه اللي حابه بالحق ولا الطفله اللي حابه ما يتمكنش يولي يقعد لل 40 هيكا ويشرد يشرد يفد، هذا راهو السبب الرسمي من غير ما تقعدوا تهندسوا تقعدوا اللي خاطب يجفلوه يا خويا يا هاك جيب لايك وحط لايك وخلي لايك، شواوني انا شواوني بالكلمه هذه يا اخي، تو انت باش تاخذ بانكا ولا باش تاخذ بشر يا خويا، اشريوا الراجل كيف دار الراجل باهي فيه ما تفرز وكل شيء ولا فيه ما يتصلح، قال الراجل خاطر احنا بيدنا راهو النساء ماهمش كاملات والرجال ماهمش كاملين، يعني هو شنو هو العرس؟ هو بناء معناتها باش يبنيو حاجه مع بعضهم باش يصلحوا حاجات مع بعضهم، احتمال عاشوا ظروف سيئه، ودي برا مشي ادخل دخل الطفله برا دخل الطفله برا ادخل دخل الطفله ودي والله بالزلاط انتم يحب لكم
فهمت؟ مش تشدوه، انا فوا زيدوا مازال يتنفس واسمعوا تبدا تتحل بشويه بشويه. دار العروسه راه دار العروسه بدا يتحل بالطار بالطار. اي وكل حاجه وتبدا اكتب له اكتب له ابعث له مساج اعمل له درس. والله حطمتوهم الناس والله. ومازال يراو كلام كبير على التقاليد. يودي اللي عنده عنده يعمل واللي ما عندوش يضربتين وضربه وفي لمين هز هز تيك تاك حط في الساك. سيب عليكم من القشور يودي ريتو المجتمع تهلك كان بالقشور. صدقوني المجتمع سد وتهلك كان بالقشور. كان دخلتوا لدار تقعدوا عينيكم مشلقه للسماء، ها والريدويت ها والمندبه ها والحبل الحند ها وذيك الصاله ها وذيك خارجه وذيك مش خارجه وعينيكم خرجت في جره في جره الهم وهالغبائن اللي عملتوهم من روحكم. كملوا الرجال ما عادش ياخذ مراه ياخذ ياخذ معناتها يحس يلزمه هو يولي سره فلوس تغزر له سره فلوس تغزر له كعبد العزيز العروي لويز وواحد فهمت. نحي صايب عليكم. حطمتوا الامال نتاع مئات الشباب، حطمتوا الامال نتاع حتى الفتيات هلكتوا لهم ايامهم. يخرج انت وخر من ورايا. هلكتوا لهم الفتره نتاعهم السليمه مشيت على سعادها، ما عاد حتى طفله ولا تحب لله في بالله اللي تسمعها وتنصحها. اسمع قول له درا شنو كان الخبيثه وكان تخديم المخ. انا مش نحامي على رجال ويقولوا لي تحامي على رجال، انا نحامي على الحق. خاطر فيهم برشا ناس يوم ما تتصلح صدقوني. اذا خاطر المراه راهي نصف المجتمع والمجتمع كامل. لا ولا مش تحب ما عنديش حتى دولار وفلسه وبعدني تو دجاج لك حد داير بامي. ابعد عليا لا نوريكم النجوم في القايله اليوم برا مش شد بلاصه. فهمت يعني مش يرتين. اما انا نحكي تو اليوم باش نركز لكم على فازه الراجل. علاش الراجل بالذات يشد القهوه ويعزف 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 في الناي كي اسمه كي الصرصار والنمله كالقصه يقعد انا ويغني ويغني ويخلي الدنيا ويجليها. خاطر جينيرال ما فما عمر معين راهو الانسان يرغب فيه في الزواج. تجي هيك معناتها هيك الحلم باش يحقق كل شيء. العصي كل طابت على راسه. ما ثماشك التبسيط، ما ثماشك اكل الكلمه الطيبه، ما ثماش ما ثماش. يا ودي من الدين ما حفظنا حتى شيء. تقاليد التقاليد يا بابا يا بابا عباده. انا 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 هذه جاهليه جاهليه. انا عندي انا جاهليه 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 كبرى زادة. سيب عليكم من القشور قلبا وقالبا. سيب عليكم هاو درشنية هاو جلوة هاو عملت هاو طبلت هاو هاو ملين هاو سعد يسعد تخش عليها ماهيش باش معاش تعاود تشري معون تخش عليها معاش باش تشري دبش تخش عليها تخش عليها باش تحل بوتيك. اما زهز 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 قوت 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 قداش من بارفان قداش من مندبه قداش ما نحكيوش على الزاز هذاك النهار يلزم وحده. فهمت ليه المسكين يتصدم الراجل يتبهلل يولي بهلول كهاو يقول لك انا طريق الحليل هاو صعيب. سيب عليه يا خويا خويا العذاب والفلوس وبعد تطلع له قرعه. يا بابا يا بابا يا بابا وش جوك تطلع له قرعه؟ كمل تطلع له قرعه شيختك شيختيني يا مسيو يا مسيو. فهمت يا شرد يا شرد خويا ربي ولادكم على العمل. الرجال قولوا لهم يخدموا وباللي ثم وباللي يقدروا. لا هو مسكين ولدها اسمع ولدها ماذا بيها تلبقه ونسيبها تهريه تنحي له قربه وولدها ما يسالش باللي كتب ولادي وباللي عمل له بتسهل له وتعمل له بيته يدي احب لاخيك ما تحب لنفسك. سايب عليكم من دقان الحنك دقان الحنك بزيد سايب عليكم منه. انا ننصحكم نصيحه لله في سبيل الله. خلي العباد فهمت ما تقعدش مطيشه بالعامين وبالثلاثه وبالاربعه فهمت. ولا وشي يولي في الاحرام وشي يولي في الهم وشي معناتها يشرد وما يخش المراه اللي يحبها وما تاخذش الراجل اللي يحبه غريان كو مغطوهم سكنات فدوهم طلعوا لهم السكر هاو من خاطر. على قد ما تطول المده على قد ما تزيد المشاكل على قد ما تزيد الطلبات على قد ما تاكل بعضها. يا ودي اسمعني سي با لا فان دو موند. راهي الدنيا هذه تجربه. خلي بنتك تفرح خلي ولدك معناتها الباز 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 لوجوا على الباز لوجوا على الباز مش تلوجوا على يا خدي. ربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترضون خلقه ودينه. وبالله نحكي على الناس الباهيه راني نحكي على الرجال الباهيه ديما باش نحط ثلاثه نقاط باش ما تقعدوش تقولوا لا لا فما رجال والقهوه. ثم رجال صدقوني راهم معناتها تشوكيو ولاو يقعدوا في القهوه كل خاطر يئس يلقى روحه ماهوش باش يخلص. يخدمش ليل ونهار وصبح وفجر وليل ونهار ماهوش باش يخلص. الطلبات شيء مجحف شيء يتشبه للكذب. يتعاندوا كان في في الفيس يتعاندوا كان شكون عامل تخير شكون جيب لك جيب لك برا مشي ادخل نحي لك قربك اليوم ادخل ها ايش جيب لك ايش زيدك ايش عمل لك. عندوش دار عندوش كرهبة ما مع... يوطي مشيت مشيت لجهنم ما عندوش دار. ايش بيه
اش بيه يكريو الناس وبدايه وتزوجوا فقراء يغنيكم الله، بالك شي كذبه هي، بالك شي ينطقوا، لا ينطقوا على الهواء. ربي سبحانه كيقول لك معناتها ابدا بالشويه، هو مشروع يتبدا بالشويه، تشدوا انتم اسلب اسلب احلب تحلب تقوش عليك تحت ما. ولا هو مثلا ساعات نسيب يمشي الدار نسيبته يبدا يوري في روحه، يحاول معناتها يهز حاجه معناتها عليها القيمه وعليها، وحتى هو يبدا زوالي معناتها، اما يحب يود ويحب معناتها يود النيه، النيه راهو الانسان يتعرف بنيته وبكل شيء. تقول يولي استغلال هيك النيه الخايبه ذيك فو كروايي معناتها باش يبارك ربي بها الزواج. يودي الناس قاعده تطلق بعد شهر بعد شهرين، يودي انا ننصحكم استغلوا حياتكم، صعيب عليكم بالاخص لي جون، ريتو لي جون خذوا قراركم، صعيب عليكم من الحكايه التافهه. يودي ريتك ما تعملوش ثوره باش تنحيوك التقاليد وكل قربي وكل خرد وكل واحد وكل شقشق وكل تفتف وكل نصحنا بالعراوس وكل مصالحه اللي تهزوها في الزيت وكل سليتها وكل يودي راكم الخدمه تنجم تشري مصالحه وسليت معناتها جست بور بودير وكل يتوريو فيهم تقرفوا فيهم وتبدا تقول له خوخزر وشوش زيت واكليم شوالق والدنيا واحد وكل شيء. نو سيب عليك، مش هذاك المهم، اعطيك تتفاهم مع البشر اللي باش تعيش معاه وتفوندي فامي معناتها راكم باش تجيبوا صغار وباش تعيشوا مع بعضكم. وسيب عليكم من السفاسف ومن قالوا العزوف الشباب عن الزواج، كان نلحق عيني نشرمها، اقعدوا ثم بورو 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 اقعدوا ثم نتاع الزواج برا، اقعدوا ثم بورو بورو برا، شري كهرباء برا، عنقي الكهرباء وعنقي الدار وعنقي الواحد، عنقي فايده في الكهرباء هو فايده في وفايده في الدار. ضربوا الضوء ضربوا الضوء ضربوا الضوء، يودي ضربتوهم بال 1500 فولت في روسهم، ما عادش يقول لك سيب عليا اللي تحل فما مصلحه. قديش تصور قديش تعمل قديش عندك وش عندك بوك خليلك بوك اش عندك دار في دار امك، عندك دار في دار بوك، عندك فلوس امك لبسنا عليها بوك لبسنا عليه درا شنو درا شنو. يودي حطمتوا امهم وكل شيء، سيب عليكم العقليات البائدة، سيب عليكم كبروا قلوبكم، راهي دنيا راهي طرف تجربة وبرا وعدي وكل شيء، فهمت يعني بالمينيموم مادام تعرف البشر هذاك باهي وفي بداية حياته ياخذ يساعده، ساعده ساعده، مش ولدك هكا هكا تلقاك وبنك وتخلق له الحلول وتخلق له تخلق له ولد الناس تبلوكي لأمه والدنيا صياغة حمراء وصياغة صفراء وصياغة زرقاء وتزرقتوا الدنيا تزرقتوا له أم عينيه الراجل، شكون باش ياخذ تو في الوقت هذا؟ كل شيء لبسنا عليه لبسنا عليه مشيخ وفرخه صغيره، لا خلق ولا دين ما يهموش، اسبوار عليه اسبوار، وانتم عاد وقتها وخيتي عمل لها صاله وخيتي عطاها وخيتي جاب لها وخيتي شنيشن وخيتي بهب وخيتي ادرى شنو، اقعد يضحك يضحك يضحك، بعد شهرين يعطيها تريحه طلقي هذاك هو، ارجعي للدار بيك بوري بوري بوري، فهمت؟ وما تعطيهاش العبد يبدا بالحق شاريها ويحبها وباش يهنيها وحاببها بالحق. سيب عليكم سيب عليكم، كرهتوا العبيد في عيشتهم، سيب عليكم سيب عليكم، الرجال تهقط صدقوني، الرجال تهقط، الصدق مشى في المرأة، هي معروفة عن الصدق، المرأة الأم هي معروفة عن الصدق، تو الأم تلقاها تدوسس وتلقاها تكمبس وتلقاها كيفاش باش تستغل وكيفاش باش تزيد وكيفاش ما جابلكش اكتب له قل له واعمل له. سيب عليكم سيب عليكم، والله 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 لا تتصلح ريتوها إلا ما العش اللي في راسكم هذايا المخ يتغير كومبليتمون، بناء اني نتاع فونداسيون نتاع عائله يلزم تفرغوا تنظفوا تنظفوا كل راس الروس هذيك تنظفوها. والشباب ريتو مادام مواصل ومادام مازال يحط تو عاد ولا لك حط يا ودي اش باش نحكي واش باش نجبد راني مخي يشيت تحرق، يعملوا لي في منصه في الحمام يا ودي قسما بالله كان حللكم يا ودي اكتبوا ما تكفيكمش، منصه في الحمام يا ربي يا ربي يا رب، في البلل وفي الغرنيق وفي الواحد وليو كرستلويت ودرا شنوما ومصاريف معناتها زايده وبرا دك على ظهر العروس وهو في سبرنا وهو سبر سبر سبرنا وهو براس امكم صبر الارانا حيوه السبر متاع السبر متاع اللي عملتوه انتم برواحكم وتعبدوا فيه نحيوه نحيوه، كلموا تبعوا كلام ربي وتبعوا زي بعليكم، حطمتوا العالم والشباب والدنيا والنسبه الاولى في الطلاق، هاوك هاوك النسبه الاولى في الطلاق برا، اعملوا صدروا وعملوا وتصدروا وجليوا ودرا شنو وخليوا. ها سايب عليكم سايب عليكم، سافاسف سافاسف بالحق سافاسف، نهاركم طيب. ومازال للحديث بقيه، انا تلك عندي قلت لكم لاهي بالعبيد لاهي باولادي، اما والله سايب عليكم لان فعل اللي عمل
في بالك توا اللي عملوا هالقربج وهالدنيا وهالتقاليد وعملوهم بحفافيره بحفافيره، ما خليت شيء ما عملتوش الطبعين والنقشين والدرشنيه والبوز والحمام وهزت ونيله وعملت وطبال وعملت وصرفت و20 مليون و50 مليون متهنيين الكل؟ ما همش متهنيين. واشترهم ما همش متهنيين. معناها مش الفايدة في هذاك بالحق قلبا وقالبا، مش الفايدة في هذاك. فرحة العمر يا وخاتي شواوني يقولوا لي فرحة العمر سايه، هي باش تفرح الفرحة هيك وما عادش باش تفرح، ما عادش تقانر يظلي بالحق. هم على قد نيتهم يظلي بعد يطنبلوا الناس الكل، تولي العروس نهار كامل مطنبلة. مناش من هيك الشيء، خاطر النية ديجا مبدية على خنن، ديجا مبدية بالعينين اللي جايين اللطف كلهم معناتها يعسوا كلهم، ما ثماش صدق قبل بالفونطة وبالقفريت أمها والعبيد تلقاها جاية تفرح بور دو بون. تويكا ما ثماش شكون، ما توليش تمرض وما تجيهاش عين نهار عرسها ولا قبل عرسها ولا حشيك، ما توليش ترد وما تولي الكل يتشكاو وباقي يعملوا في كل شيء ويقاديو في كل شيء، خاطر شيء ما هو بطاعة ربي وحتى شيء ما هو من القلب للقلب، وكل شيء بالفساد وبالهم وبالغبين وبالصاليت وبالرقيص وبالشطيع وبالرديع. صايبو بي والله لا وبي والله لا يزيد بركة لحد شيء. فهمت؟ انا حسب رايي اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. عزوف الشباب عن الزواج للحديث بقيه، والسلام عليكم ونهاركم طيب.